أصبح هو الشغل الشاغل للجمهور السوري. الكل عم يسأل يا ترى مين هو هذا المهاجم، مين هو هذا اللاعب يلي راح يجي لمنتخب سوريا. امبارحة في اسم كتير تم تداوله وكتير عم يسألوني عنه الأصدقاء، وهو فيدريكو جيروتي. أكيد مهاجم للعيار الثقيل، مهاجم مميز، وحلم أنه يكون عندنا لاعب بهالجودة وبهالقيمة بمنتخب سوريا. لكن للأسف أنا فيني أقول أنه هذا اللاعب غير سوري، وغير صحيح أنه هو رح ينضم لمنتخب سوريا. وبعتقد كان في سوء تفاهم أدى لانتشار اسم هذا اللاعب، لكن غير صحيح أنه هذا اللاعب رح يمثل منتخب سوريا على الإطلاق، وما له أي علاقة بسوريا هذا اللاعب. بالنسبة للاعب القادم المهاجم اللي كتير عم يسألوا عنه، فإن شاء الله نحن عم نرتب مع اتحاد كرة القدم، وبالوقت المناسب رح يتم الإعلان عن اسم اللاعب. كتير تسريبات عم تطلع عن مواصفاته. طبعا اللاعب في كتير ناس سألت عن البوست اللي نشرناه بصفحة اللاعبين السوريين المحترفين عن موضوع الكابوس تحديدا. هذا المهاجم القادم لقبه الكابوس بالدوري الأرجنتيني، أو كابوس الخصوم فينا نقول. لاعب شاب صغير بالعمر، عمره 21 سنة، بيمتلك كتير ميزات مهمة. لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب قادر يفيد منتخب سوريا لعدة سنوات قادمة. طبعا هذا المهاجم مثله مثل كتير غيره هو من اكتشاف صفحة اللاعبين السوريين المحترفين، وتحديدا عن طريق الأخ والصديق والشريك في صفحة اللاعبين السوريين المحترفين سامي دوبا. لاعب أنا كتير متفائل فيه، وشايف أنه قادر إن شاء الله يقدم إضافة لمنتخب سوريا، خاصة أنه ميزاته كتير بتناسب أسلوب لعب المدير الفني لمنتخب سوريا الأرجنتيني هكتور كوبر، إن كان من ناحية السرعة، القوة البدنية، المهارة، الخصائص الدفاعية. كتير أمور بتخلي هذا المهاجم إضافة نوعية. إن شاء الله بوجوده، بوجود إيميليانو في خط الدفاع إلى جانب أيهم، وبوجود ستيفان جلير بحراسة المرمى، تقريبا صار عنا منتخب متكامل، إن كان بخط الدفاع، بخط الوسط بوجود خليل الياس وإيزيكيل ومحمد عثمان بعد عودته إن شاء الله، وعلى الأجنحة صار عنا كتير خيارات، وحاليا بخط المقدمة سواء كان عودة عمر السومة، وجود عمر خليبين، وأيضا المهاجم القادم الشاب الصغير بالعمر، ويلي إن شاء الله راح يكون نقلة نوعية بإذن الله. أكيد كان العمل بيتشكر عليه أكيد أيضا اتحاد كرة القدم، السيد عبد الرحمن الخطيب، جميع من هم في اتحاد كرة القدم، الاتحاد الرياضي العام، بموضوع تسهيل الوثائق، موضوع الحماس الكبير أيضا لملف اللاعبين السوريين المغتربين، وطريقة التعامل مع هالملف بشكل كتير مهم، وبشكل خلاه أولوية وخلاه حاليا من أعمدة منتخب سوريا الوطني، ولله الحمد. إن شاء الله القادم أفضل، نوعدكم إن شاء الله بكتير مفاجآت قادمة بإذن الله. العمل ما رح يوقف، لكن نحن حاليا بهمنا إن شاء الله نتجاوز مباراة كوريا واليابان. طبعا الأخبار السارة مبارحة رح نلعب مباراة كوريا خارج كوريا، لكن مثل ما حكيت قبل، بالنسبة لي مالي خايف حتى من مباراة اليابان بطوكيو. عنا منتخب وعنا جهاز فني واثقين فيهم، وإن شاء الله هن قادرين يقارعوا أي منتخب بآسيا ويلعبوا معه الند للند. هذا المنتخب هو مشروع لكرة القدم السورية، مشروع لسنوات قادمة، وبإذن الله راح يحقق حلم كتير من السوريين بالتواجد بكأس العالم القادمة. بتمنى شوي نتروى، ما تضل نطلق الإشاعات، الجمهور يكون حذر بالتعامل مع أي معلومة بيقراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، راح تكتر التخمينات. كل شخص راح يطرح اسم مهاجم، كل شخص راح يقعد يدور على السبق الصحفي، لكن بالنهاية أكيد عدم إعلان اسم المهاجم مو بس من أجل التكتم، لكن في إجراءات وأمور معينة لازم تتم ونتأكد منها وتكون بالشكل المثالي قبل ما يتم الإعلان عن الاسم. طبعا الأسماء كتيرة يلي انطرحت ويلي
تم التجارة فيها، أو فيني أقول كانت غير صحيحة على الإطلاق. مو بس فيدريكو جيرودي أو جيروني، كتير أسماء غيره انطرحت وكانت غير صحيحة وما لأي أساس من الصحة. في لاعبين أيضا من أصول سورية حكى أنه هدول اللاعبين قادمين لكن أبدا ما رح يجوا. مايكل لحدو، يميل أسد أو جميل أسد، في لاعبين قالوا انه هن سوريين وهن غير سوريين مثل اوغستين منصور. ايضا مثل ما وعدتكم ان شاء الله راح نحكي قريبا بفيديو عن زيد روميرو ولاعب اخر باذن الله. فمشان هيك برجع مرة تانية بتمنى من الجميع يكون حذر بالتعامل مع المعلومات، ومن الزملاء واللي بيكونوا مشرفين على الصفحات ايضا يكونوا حذرين شوي لما بدهم يطرحوا المعلومة، لان كل معلومة بتخلي الجمهور يتأمل، بتخلي الجمهور ينتظر انه في شيء مهم قادم. بعدين اكيد بصير في خيبة امل لما يكون هالشيء غير صحيح. لهيك خلونا كلنا نكون حذرين، نكون يعني دقيقين شوي، مو ضروري نستعجل لحتى ناخذ السبق الصحفي بمعلومة غير صحيحة ممكن احيانا تضر بمنتخب سوريا. لهيك بتمنى الحذر مرة تانية، وإن شاء الله بنوعدكم دائما عبر قناة اللاعبين السوريين المحترفين ما بتشوفوا إلا المعلومة الدقيقة 100%. بتمنى جميعا تكونوا بخير دائما، تعطوني رأيكم بالتعليقات، شو بتحبوا نحكي الفترة القادمة، مين اللاعبين اللي أنتوا بتتمنوا أن يتواجدوا بمنتخب سوريا. وأكيد رح يكون عندنا فيديوهات قادمة نحكي أكثر عن المنتخب وعن اللاعبين المغتربين. تحياتي لكم جميعاً.